اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح اتكلمنا في حاجه كانت سلبيه شويه، واتكلمنا يعني بخصوص الامور اللي زي دي وبعض الشخصيات اللي بتهاجم النادي الاهلي وبعض الشخصيات اللي هدفها بس ان هي يعني تبقى ترند سلبي، لكن في نفس الوقت بنحاول نشوف الايجابيات اللي نتكلم عليها بصراحه. من ضمن الايجابيات امبارح اللي شفناها تصريح من الكابتن كريم حسن شحاته، تصريح استوقفني جدا ومهم جدا، وده ان ده اللي يدل على ان في شخصيات محترمه حتى لو هي منتميه لنادي تاني، حتى لو هي محسوبه على نادي تاني طبعا، لان هو ابن الاسطوره حسن شحاته نجم نادي الزمالك ومن افضل المدربين في تاريخ المنتخب المصري وفي تاريخ مصر بشكل عام وفي تاريخ افريقيا، ده امر مؤكد. فهو زملكاوي زملكاوي يعني ما فيهاش هزار، بس مش عشان اكون انا زملكاوي لازم ان انا اغلط في الاهلي او استفز جمهور الاهلي، ابدا ابدا مش كده. او مش عشان انا دلوقتي مثلا انا اهلاوي وده شرف كبير بالنسبه لي فلازم اطلع استفز جمهور الزمالك، لا طبعا الامور مش كده، مش هي دي الرياضه. الرياضه هو تصريح كابتن كريم حسن شحاته امبارح لما قال ان اول ماتش للاهلي بعد ماتش كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا هو مباراه البنك الاهلي، واحنا عارفين هو مدير الكوره في فريق البنك الاهلي او مدير الرياضي تحديدا للبنك الاهلي. فبالتالي قال لك ايه؟ احنا بنتمنى، بص بقى قال لك احنا بنتمنى ان الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا عشان في الماتش بتاعنا نعمل ممر شرفي للنادي الاهلي. رغم ان هو زملكاوي وابوه زملكاوي ومعروف حبه الشديد في لنادي الزمالك ومتربي في نادي الزمالك، ومع ذلك الراجل بيتكلم بمنتهى الاحترام على النادي الاهلي، وده امر مهم جدا جدا جدا. فبالتالي دي نقطه ايجابيه لازم نتكلم عنها. طب حلو قوي، تعالوا خلينا نروح للكابتن كريم حسن شحاته، احد الشخصيات المحترمه جدا جدا معانا على الهاتف عشان نتكلم معاه بخصوص التصريح ده ونتكلم معاه بخصوص مشوار البنك الاهلي هذا الموسم في بعض الامور الاخرى. يا كابتن كريم مساء الخير. حبيبي امير، حبيبي اخبارك؟ ازيك اخبارك ايه؟ منورنا. الله يخليك امير، بنورك الله يخليك. يعني من امبارح للنهارده كلام كتير جدا على التصريح اللي انت قلته بخصوص ان انت بتتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا، عشان بما انك المدير الرياضي لفريق البنك الاهلي بعد الماتش هيكون ماتش الاهلي مع البنك، فبالتالي يبقى في ممر شرفي. البعض انتقد الجزئيه دي من الزملكاويه، لكن كان في اشاده كبيره جدا جدا من العقلاء بشكل عام بمختلف انتماءاتهم. تعليقك ايه على الجزئيه دي تحديدا يا كابتن كريم وتصريحك ده؟ والله يا امير بص، يعني انا مش عارف الدنيا سخنه ليه والناس تزعل ليه. يعني مثلا لو مش الاهلي اللي كان في النهائي افريقيا، الزمالك او الاسماعيلي او بيراميدز او اي فريق مصري هنتمنى له ان هو يكسب، ربنا يكرمه. البيراميدز لما بيلعب في الكونفدراليه بتشجع بيراميدز، الزمالك لما بيلعب في دوري الابطال. انا زملكاوي طبعا طبعا، يعني نقفل القصه دي، زملكاوي جدا اكيد. بس انا بشتغل في اعلام وبشتغل مدير كوره او مدير رياضي في نادي البنك الاهلي، فلما بصرح بحاجه زي كده حاجه مش انا شايفها ما تعبنيش او حاجه تزعل الزملكاويه او تزعل اي انتماء. انا كلنا نتمنى الاهلي يكسب عادي، انا بقول اللي جوايا مش كاهلاوي، كراجل مصري وكراجل اعلامي وكراجل مدير رياضي في نادي البنك الاهلي، عايزين الاهلي يكسب. ايه المشكله لما الاهلي يكسب بطوله افريقيا؟ احنا مش بنتكلم في الدوري، بنتكلم في الكاس ولا ممثل مصر؟ ممثل مصر في البطوله، ممثل مصر. بالعكس، انا لما الاهلي يكسب بطوله افريقيا دي حاجه مشرفه، وانا كنادي بنك اهلي انا على فكره لما بتكلم في الاعلام ببقى بمثل نفسي كريم حسن طبعا، لما بتكلم باسم نادي البنك الاهلي انا بمثل مؤسسه كبيره، مؤسسه وطنيه اقتصاديه كبيره زي نادي البنك الاهلي ونادي رياضي طبعا محترم. فلما بقول كده يبقى دي سياسه النادي او سياسه، مش كريم، مش كلام كريم فقط، دي سياسه النادي. تمام، النادي الاهلي يكسب وانا بكررها تاني ان شاء الله يكسب، هنكرم النادي الاهلي ونعمل ممر شرف. لو الزمالك كسب بطوله وعندنا ماتش مع الزمالك بعديه هعمل نفس القصه، ملهاش علاقه يعني. طيب الناس ايه سبب شوية. ايه سبب الاحتقان ده يا كابتن كريم؟ يعني انت بتشوف من وجهه نظر وانت اشتغلت في الاعلام الفئوي لفتره محدوده وللاسف مشيت لاسباب الناس كلها عارفاها، يعني انت شايف وجهه نظرك ايه السبب الاحتقان ده، وايه السبب ان لما يكون كريم حسن شحاته طالع يقول بتمنى فوز للنادي الاهلي يحصل هذا الكم الهائل من الهجوم والناس تشكك في زملكاويتك، رغم ان زملكاويتك معروفه وزملكاويت طبعا الكابتن حسن شحاته النجم الكبير والاسطوره الكبيره معروفه يعني. بص يا امير، في فتره من الفترات انا كنت على خلاف مع رئيس نادي الزمالك السابق، وكان هو دايما بيتعرض لي بالفاظ وحاجات كده، فانا طبعا انت عارف يعني الحمد لله ما مش عايز اقول ما بخافش من حد او ما كده، لكن بحترم نفسي جدا بالظبط بتعامل بقى، وكان يعني يعني بيسخن جمهور الزمالك عليا وبيطلع اشاعات عليا وعندهم صفحات على المأجوره على
على السوشيال ميديا كل شويه تقول تصريحات منسوبه ليا انا ما قلتهاش. يعني دايما اقول ايه يا امير لما انت تسمعني صوت وصوره بالظبط خد الكلام عن لساني صوت وصوره صوت وصوره او صوت بس او صوره يعني فاهم، لكن لما تحط صورتي صوره كده ثابته ليا يعني صوره فوتوغرافيه وتحط جنبها تصريحات ايش عرفك اللي انا قلت كده؟ هو عشان صورتي جنب التصريحات. فكان دايما بيقولوا كلام انا ما قلتوش، بيعملوا صفحات فيك على السوشيال ميديا، وفي مواقع شغاله كده مش مواقع رسميه يعني صفحات منسوبه لاشخاص معينه اللي عايزين يخلوا جمهور الزمالك بالذات ان هو يحس ان كريم ضد النادي وكريم ضد مش عارف كذا وكذا. لكن انا بتعامل بحسن نيه على فكره، هو انا قدامك وانا في قناه النادي الاهلي وانا زملكاوي جدا طبيعي بحب نادي الزمالك جدا، بس انتمائياتي ما بتاثرش عليا في شغلي يعني انا ولا على احترامك للنادي التاني بالظبط. وانا هو لا عشان انا زملكاوي ولا انا اهلاوي بقى اشتم النادي التاني، لا يعني انا بحترم كل الانديه. لما يكون في نادي مصري بيلعب خارج مصر هشجعه ايا كان الاهلي الاسماعيلي اي نادي. فالاحتقان ده انا شايفه بسبب اشخاص خلاص هم مش موجودين دلوقتي في الساحه الرياضيه، وان شاء الله الامور تتحسن. احنا بنشتغل على كده يا امير، وهو ده اللي احنا عايزينه يا كابتن كريم. يعني دلوقتي مثلا احنا على يعني انا سعيد جدا في مجلس اداره نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب طبعا، العلاقه الرائعه مع النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب، ناس محترمه وشخصيات رياضيه محترمه طبعا. بالعكس احنا عايزين الساحه الرياضيه تبقى فيها احترام، والخساره والمكسب دي حاجه بتاعت ربنا، وكل فريق واجتهاده وكل فريق واستعداداته. اللي بيكسب بنقول له مبروك، وكل واحد زملكاوي مش هقول له طبعا الزمالك تحب الزمالك تشجع فرقتك، بس مش لازم نشتم في الفريق الاخر الاهلاوي نفس الصوت. صح، الموضوع بسيط يعني، بس الناس كانت شويه في احتقان وانت عارف. للاسف يا كابتن كريم هو في بعض الشخصيات اللي محسوبه مثلا على نادي بعينه هي السبب في هذا الاحتقان، هي اللي بتحاول تستفز الجماهير الاخرى، وده امر غير مطلوب خلال الفتره الحاليه وغير مطلوب كمان في مسيره الدوله الفتره اللي احنا بنشوفها والتطور. انا بس امير بس باكد في حاجه، ان انا دايما ايه انا بشتغل في الاعلام، فلما ببقى عايز وانا على الشاشه او انا في الراديو الاذاعه المعلومه اللي انا بقولها لازم تبقى صادقه طبعا، لازم جميع الفئات الجماهير الاهلاوي والزملكاوي والاسماعيلي يحس ان انا بتكلم بصدق وبتكلم بمعلومه بعيد عن الانتماء. فانا لو انا زملكاوي بقول حاجه عشان مصلحه الزمالك بس وهي مش حقيقيه فده غلط. فانا عايز الناس كلها تحترمني، فعشان الناس هتحترمك ازاي لما انت تكون صادق وبتتكلم في كل المعلومات؟ عشان عايز الزملكاوي يتفرج عليا وعايز الاهلاوي يتفرج عليا ويسمعني وعايز فلازم الواحد يبقى صادق في الكلام. فانا بحاول اعمل كده، بس في ناس بتزعل عشان عارفه ان انا زملكاوي، وللاسف اللي بيزعلوا مني الزملكاوي نفسه. للاسف انا هو قدامك وفي قناه الاهلي بقول لك بحب الزمالك جدا وكل طبعا حاجه، بس ده مش مؤثر على شغلي في الاعلام. الاعلام ده لكل الناس مش لفئه معينه بالظبط، وده الهدف الاساسي من الرياضه بشكل عام يا كابتن كريم، ان انت ممكن يكون عندك انتماء ده طبيعي مفيش حد ما عندوش انتماء، لكن في نفس الوقت تنتمي لنادي لكن تحترم النادي الاخر، وده هو ده المطلوب بشكل عام، هو ده معنى الرياضه يعني. ان شاء الله الاهلي يكسب بطوله الافريقيا ونعمله ممر شرفي، ودي حاجه مش عيب، وبالعكس ان شاء الله نحتفل كلنا باذن الله يا كابتن كريم. طيب خليني برضو استغل فرصه ان انت معايا واتكلم على الانتصار الاخير للبنك الاهلي على المصري، انتصار فرق معاكم بشكل كبير جدا، خلى فيه منافسه مع اسوان بخصوص البقاء في بطوله الدوري. بتشوف فرص البقاء بالنسبه للبنك الاهلي ازاي بعد الانتصار الاخير ده وفيما تبقى من مباريات في بطوله الدوري بالنسبه لكم؟ بص خلي بالك هي القصه مش البنك الاهلي واسوان بس، هي اكتر من البنك الاهلي واسوان والانتاج الحربي وادي دجله مقاولين برضو مش بعيد، مش عارف سيراميكا الغاز المحله في برضو يعني. احنا الحمد لله لما كسبنا ماتشين ورا بعض بقى في قربنا من ناس فوقينا شويه. المكسبين دول اللي احنا كسبناهم مع احترامي طبعا انا سعيد جدا ومبسوط، ولعبت رجاله وجهاز فني رائع كابتن خالد جلال واداره النادي اللي هو اشرف مختار، ناس محترمه جدا وناس بتجتهد بشكل كبير جدا، بس ده يعني ايه انتصارين دي خطوه بالظبط صح، لكن لسه عندي 8 ماتشات كل مباراه هركز فيها عشان اقدر اخد منها نقط ان شاء الله. لسه بدري خالص على الكلام ده يعني. حاجه ايجابيه جدا انك تكسب ماتشين وباداء مميز وروح عاليه بسرعه. عايز اقول لك حاجه والله يعني انا معايا لعيبه في البنك الاهلي من احسن لعيبه في مصر، وبقعد اتكلم معاهم وكابتن خالد جلال بيتكلم والجهاز بنتكلم، اللي هم كانوا محتاجين بس دفعه معنويه وثقه وحماس يعني كويس. الناس اشتغلت وحوش. فلا احنا منظومه محترمه جدا، بس لسه بدري خالص على موضوع البقاء. بالعكس انا يعني دايما بحفز اللعيبه ونقول لهم لا احنا لسه قدامنا كتير، احنا المكسبين دول ما يقللوش يعني ما يخلوناش نهدى، لا احنا عايزين نكمل بنفس الشكل. فلسه المشوار طويل،
وخلي بالك لسه ناقصين 8 ماتشات، ولسه انت عارف بالظبط. الفرق التواريخ ما بين الماتشات بعيد، قدامنا شهرين، فلا لسه بدري على الكلام ده. احنا ان شاء الله مركزين في اللي جاي باذن الله، وناخد كل ماتش بماتش كده كانه ماتش كاس يعني ان شاء الله. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله كابتن كريم. لكن برضو عايز اسالك على كابتن حسن شحاته ونطمن عليه، وسمعنا او قرينا خبر النهارده بخصوص اعتزاله بشكل نهائي التدريب، بصحه الخبر ده ايه والامور ماشيه ازاي؟ انا اللي صرحت امبارح مع الكابتن سيف زاهر في اون تايم، وانا ما قلتش اعتزل، انا ما اقدرش مملكش ان انا يعني اتكلم على لسان كابتن حسن. انا بس اتسالت ان كابتن حسن بعيد ليه، مش موجود ليه، مش عارف. قلت له والله ده هو جاله كذا عرض الفتره اللي فاتت من منتخب سوريا ومنتخب ليبيا ومش عارف، بس هو يعني ما عندوش رغبه الفتره دي ان هو يدرب، او يعني مفيش حاجه مناسبه بالنسبه له، فهو مبتعد. فاعتزل. قلت له لا، انا ما اقدرش اقول كده، ده كابتن حسن هو اللي يقدر يتكلم عن نفسه، انا مجرد ابنه فسالت عنه فقلت الوضع الحالي. لكن مش عارف خدوا المانشيت كبروه شويه واعتزال والكلام ده، انا ما قلتش كده خالص. انا اتكلمت في ان هو يعني جات له حاجات وكده، بس هو ما عندوش رغبه دلوقتي ان هو يدرب، ما عندوش قدره مثلا، او الوضع مش مناسب ليه. واتسالت طب ايه الوضع المناسب؟ قلت له والله يعني لو اتحاد الكوره عايز يستفيد من خبرات كابتن حسن او نادي الزمالك او كذا كمستشار ككذا، اوكي طبعا مش مشكله. طبعا. لكن هو كابتن حسن دلوقتي حاليا في التدريب مش يعني ما جاتلوش حاجه مناسبه، وهو كمان الرغبه مش عنده في الفتره الحاليه، يعني دي الحاجه اللي انا قلتها. لكن اعتزال التدريب والكلام ده ما حصلش، انا لا املك ان انا يعني اتكلم بالنيابه عن والدي كابتن حسن، اسم كبير وشخصيه كبيره طبعا، فهو اللي يقدر يقرر في الوقت اللي هو يعني مناسب بالنسبه له. تمام. بس انت عارف شويه احنا بنسخن الامور بالظبط شويه بالظبط. يا كابتن كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما كده متالق كاعلامي وبتمتعنا سواء جماهير اهلاويه او زملكاويه، وتحياتي ليك وتحياتي للكابتن الكبير طبعا الاسطوره كابتن حسن شحاته، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القايمه. كابتن كريم حسن شحاته كان معانا في مداخله هامه جدا، واتكلمنا في بعض الامور المهمه. اديكم شفتوا الفرق بمنتهى البساطه، واحد حد يقدر يشكك ان كريم حسن شحاته زملكاوي؟ لا طبعا، اللي يقول غير كده يبقى بيهزر. هل حد يقدر يشكك ان كابتن حسن شحاته زملكاوي؟ لا طبعا. هل كابتن حلمي طولان طلع مع الكابتن مصطفى عبده امبارح في المجري، حد يقدر يشكك في زملكاويه الكابتن حلمي طولان؟ لا طبعا. لكن دي ناس بتحترم الانديه الاخرى، تحترم نادي الزمالك او بتحترم النادي الاهلي بما انهم زملكاويه، واحنا بنحترم نادي الزمالك بما اننا اهلاويه، ده طبيعي. لكن سيبكم الاشخاص بتاعه الترند السلبي اللي احنا اتكلمنا عليها مرارا وتكرارا، واتكلمنا بشكل حاد عنهم بمنتهى الادب، واكيد هم يعني ممكن يكونوا اتضايقوا بشكل او باخر بسبب الكلام ده، لان الكلام بيوجع، الكلام بتاعنا بيوجع شويه. هو ده الفرق ما بين الاحترام والاستفزاز وعدم الاحترام للنادي الاخر، هو ده المطلوب خلال الفتره الجايه، يكون في احترام ما بين الناديين الكبار، خصوصا ان الادارات المختلفه سواء في النادي الاهلي او في نادي الزمالك، الادارات الحاليه العلاقات ما بينهم كويسه جدا، ودي رساله مهمه جدا، وهي دي رساله الرياضه بشكل عام. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم بقى على فريقنا واستعداداته لمباراه النهارده امام سموحه. يلا بينا.